السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. محاضرة النهاردة بعنوان Installing ESV Camo Images on GNS3 من كورس GNS3 with VMware vSphere and Workstation Mastery. هنكمل قصة الكامو. سطبنا الاي او اس في ال 2 المحاضرة اللي فاتت. المحاضرة دي هنسطب بقى نسخة الفاير وول بتاعت الكامو. أنا ما بحبش أشتغل كفاير وول اي سي فاير وول على الكامو، يعني أنا دايما بحب أشتغل على الفي ام وير، ولكن أوكي أنا هوريك الطريقة. ووجب الذكر يعني ان السي بي يو نزل من حاجه و20% لايه لنص في الميه اقصى 7%، تمام، من ساعه الفيريفيكيشن او السيجنتشر فيريفيكيشن ما حصلت، تمام. فا اوكي، لكن الفكره ان الرام برضو عالي، يعني الرام كنسخه كسويتش واحد واخد 1 جيجا رام يعني عالي. ممكن انت تحل الموضوع ده ان انت تقلل الرام، يعني بدل ما تخليه 1 جيجا ممكن تخليه 512. اني anyway، اعمل هنا لا مش سسبند، هعمل ستوب، هروح بريفرنسز وهروح على برضو الكامو وهشغل، هرفع نسخه على اللوكال. اوكي ماشي يا عم. اي اس في از اي في نيكست. الرام برضو اخليه 1024، خليه يشتغل برضو على ده و تيلنت، تمام. بعدين الاتش دي اي براوز، هروح بقى لنسخه ال اس في، هي موجوده هنا. اوكي ممكن نسحب المسار ده كنترول سي ثم نروح للجي ان اس 3 هنا كنترول بي انتر اهو. اوكي تمام، ثم فينش، نظبط ال سيمبل. ممكن اس اي اهو وتمام. اوكي النتورك ادابترز هنا، لا اوكي هنا هخليها اربعه مثلا، تمام، وهروح ادوس اوكي ابلاي. اوكي تمام، ثم هنزل النسخه. شايفين ما نزلتش تقريبا هنا اي اس اي، ممكن من هنا اهو سيسكو اي اس اي في. ده الابلاينس، لكن هو يعني هو عامل ابلاينس لي، تمام، ولكن الفكره الفكره انا رفعته المفترض يظهر يعني، تمام. فانا هطلع تاني، اضطر اطلع وادخل تاني. انا عارف ان الموضوع رخم بس اوكي احنا مضطرين، دي احد العيوب في 2.1.12. اوكي نروح تاني اهو. اوكي نطلع على ريسنت تيست اهو ونروح على الاند تاني اهو ظهر، اعمله دراج اند دروب ثم ستارت ونشوف الدنيا ونشوف هيحصل ايه. طبعا انت ممكن يعني تضيفه للابلاينس. اوكي يعني ممكن تضيفه للابلاينس بتاع الاي اس اي. لو رحت هنا برضه هعلمك برضه ازاي تعملها، يعني انت تروح هنا اوكي دوس كلكتين عليه، تمام، ده الاركيتكتشر، مفترض الاركيتكتشر اكس 86، تمام ماشي، والكام كي في ام ريكواير، تمام ماشي. ممكن احطه على ريموت وليس ايه لسه ما فتحش، ماشي مش مشكله. هنا بيقول لي the remote server doesn't support KVM. You need a Linux server or GNS3 VM with VMware and CPU virtualization instructions. Doesn't support. اوكي ممكن نطلع اوكي next. بصوا هيقعد يعني اوكي بيقعد كتير يعني بيقعد كتير على ما يخش، لكن طبعا انا مش هعرف اطلع عشان محتاج KVM، تمام. ف ده مشكلة الكامو. اوكي خصوصا مع الاي سي فاير وول، لكن انا شخصيا بشتغل فاير وول، عندي نسخه وده اوريدي رافعها لكم، تمام، يعني انا اوريدي رافع النسخه دي اهي. اي سي فاير وول ده هتشتغل بايه؟ هتشتغل على الفي ام وير وتريح دماغك. اوكي نو مور يعني، لكن انت هنا اوكي انت مضطر يعني تنتظر لحد ما هو ايه يفتح. اوكي ف ده القصه. ممكن نجرب كده برضو، هل لو اترفع هنا بقى على الكامو
مش عن طريق الابلاينس، ارمك يعني، بس مش عن طريق الابلاينس. هنا مثلا اي اس اي في 130 داش 1، او ممكن غير داش 1، نخليه يشتغل على الاكس 86. هو كان ايرور يعني، مفترض يشتغل على الكيمو سيستم ده بس. تمام ماشي. لا ما تمسح، مش عايزين نمسح اليونت. 1024. ممكن تزود الرام عشان تخليه يفتح اسرع. ال existing images اهو اي اس بي فينش اديت. عايزين المالتي، لا هنا اي اس اي فايروول. تمام ابلاي اوكي. احنا شايفين يعني سنة بقى. تمام اهو uploading missing image، مع ان already انا رفعه، هو دلوقتي بيعمل uploading. دلوقتي بيعمل uploading. هو اعتقد لو هو مشتغلش هنا او قعد كتير تقريبا عشان السيستم اوريدي. هو معمول هنا على 86 64. طب تعالوا هنا ستارت ونستنى. برضه انا عايز ارفع على داش 2. اوكي يعني نروح هنا نيو تاني ريموت على داش 2. اوكي اي اس اي في 31 ونديله 1024. تمام نيو ايمج، حط فيه الاي اس بي ده. تمام هو بيرفعه. لكن هو بقاله كتير. يا سلام كل ده على كده بقى، مش هتفرق طالما هي نفس الاوتبوت. ماشي. وبعدين اقول له فينش و اديت و اس اي. تمام ابلاي اوكي حلو. تعالوا بقى ان ايه نعمل له دراج وستارت. تمام هو واكل تقريبا يعني ال 31، بص هو واكل 25% تقريبا، لان هو السويتشات مقفوله. تمام وهو 31 اهو، هنستنى بقى لحد ما الثلاثه يفتحوا. طبعا انا اضطريت اقفل البروجكت كله لان هم قعدوا كتير جدا، والسبب بسبب حته الكي في ام. انا عملت مكن على اللابتوب. تمام هتلاقي هنا الكي في ام سبورت افيلبل ترو. ليه؟ لان بنسبه كبيره لو جاب لك رساله الخطا بتاع الكي في ام، يبقى انت عندك اما حاجتين، سبورت عندك مش او البروسيسور مش بيسبورت الكي في ام، او انت محتاج تفعل الخاصيه دي. انا اوريدي فعلت الخاصيه دي قبل ما افتح المكنه. تمام لكن على السيرفرات عندي فعلت الخاصيه دي، ولكن لسه الكي في ام ايه فولس. تمام فطبعا انا هنقل يعني عملت مكنه جديده بحيث ان انا ارفع عليها الاي اس اي فاير وول. تمام طبعا سيبنا من ده الفاير وول اللي هو على اللوكال. اوكي يعني هو المشكله ان هو بيجيب الكلام ده وايه بيقعد كتير. فتعالوا اوكي تعالوا نرفع مكنه على اللي هو الاي بي الجديد بقى اللي هو 197. تمام انا مش هعدل الاي بي بتاعه، انا فقط عايز استخدم المكنه دي للخاصيه دي بس، وبعد كده مش هحتاجها تاني. ممكن اكتب هنا ايه كامو. تمام واديلها اي بي اللي هو 197 ثم ابلاي. حلو اراها بالفعل. تعالوا بقى نخش على الكامو نيو. انا ممكن اضيف الاي اس اي عن طريق الابلاينس. تمام لا ممكن نروح على الفاير وول هنا اهو، كليكتين عليه. اها اهو تمام نيكست. ريموت هقول له على الكيمو. طبعا هو مش هيجيب لي رساله الكيمو دلوقتي لان ايه
خلاص requirements is okay لان الكامو already available وترو هنا. طيب next. طبعا دي النسخ اوكي. طبعا هو بيقول لي كل ده ميسنج، يعني هو بيقول لك يقدر ايه يسيت اب كل ده، لكن انا هاخد النسخه اللي هي اوريدي موجوده عندي اللي هي دي ready to install. اقول له تمام اوكي. والرام 2 جيجا، خدتوا بالكم الرام 2 جيجا. طيب اوكي فانش حلو. هاخد بقى ده بيعمل ابلودنج اهو للنسخه على المكنه. هي الفكره في كده بقى، يعني هو حته الكي في ام هيحل بقى كفيتشر، هيحل القصه دي. هو تمام اترفع اهو، نقول له ستارت بسم الله. اها تمام، هو فتحه بالتايت في ام سي مفيش مشكله، يعني هو كده الفاير وول فتحه. هتفتحه بقى من نو كونفجريشن لود عشان ينزل على اعدادات المصنع. وتمام التمام، سحب ما شاء الله 28% من السي بي يو اوكي. هنا بيعمل ايه بالبوتينج ذا كيرنل؟ تمام انا ممكن بالمناسبه، يعني انا ممكن اغير، يعني هو مفتوح بالفي ان سي اوكي، لكن انا ممكن افتحه بالسكيور سي ار تي. تعالوا هنا كونفيجر، هو متظبط على انه يتفتح عن طريق الفي ان سي. ممكن الكونسول تايب هنا اقول له تيلنت تمام، ابلاي اوكي تمام، بعدين نقفل وبعدين نفتح تاني كده كليك يمين كونسول اهو. refused the connection. مع انه يعني هو مفتوح، مفترض مفتوح على 197 5000 واحد اوكي. طيب ممكن اقول له ستوب ماشي، ستارت تاني اهو. هو طبعا لما قفلت الدخول ما غيرت الدخول من في ان سي لتلنت يعني اهو. ربنا يستر بقى عشان الواحد بيتشائم من الرساله دي. ف اتس اوكي. يعني اعتقد هنا لا بقى، يعني لازم نفتح نعمل ستوب تاني يتفتح بالفي ان سي. شوف كده، لا مش مش السبايس، الفي ان سي اوكي ستارت و اهو تمام. هو لازم يتفتح بالفي ان سي. تعالوا كده هنا ستوب، تعالوا نفتح ده برضو بدل تيلنت، لا نفتحه في ان سي اوكي ستارت اهو برضو تمام. هي الفكرة بس في دي. حلو، بصوا يا شباب، هو طبعا هتلاقي برضو المكن برضو هيفتح بنفس القصه، بس الكي في ام ضروري جدا لان هيسرع معاك عمليه البوتينج تمام. انا كان ممكن اعمل الترابل شوتينج ده بيهايند ذا سين يعني اوكي، لكن انا بحب في جزئيات معينه تمام. انا ما بشتغلش على الكامو تقريبا اوكي، لكن انا بحب في جزئيات معينه ان انا اعمل ترابل شوتينج قدامك حلو، عشان اعلمك ازاي تفكر، ازاي تحاول تحل، تجري هنا، تعمل هنا تمام. فده اساس شغلك في مجال الشبكات عموما، ده المبدا اللي احنا يعني بننجح بيه. انا يعتبر خلصت، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.